يوجد حديث لرسول الله عن لحنة الملائكة لمن نامت وزوجها غضبان عليها، فهل ينطبق ذلك على الزوج الظالم المفتري؟ الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات يوم القيامة. فكما أراد النبي أن يؤدم بين الرجل والمرأة، أراد أيضا أن يؤدم بين الرجل والمرأة. ودائما كان ينبه بحسن الخلق، قال خياركم خياركم لأهله وأنا خيركم لأهله. كان في مهنة أهله، تلاقيها بتغسل تغسل يغسل معاه، تلاقيها بتطبخ تطبخ معاه، تلاقيها بتنظف تنظف معاه، كان في مهنة أي ده سيد الخلق. فحضرتك إذا أردت سنة رسول الله ما بيجيش بالإظهار الذكورة وإذلال الأنوثة، ما هوش كده، ما هوش دي الجدعنة. الجدعنة أن تكون في مهنة أهل، أن تكون خيارا لأهلك، والظالم عليه ربنا، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة ولا يظلم ربك أحدا، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الكلام ده من الستات هو تصوير من النابتة لدين الإسلام أنه دين يحتقر المرأة ويعطيها الفتات وتاكل تبني وتسكت، وأباح للرجل الضرب وأباح له التطليق وأباح له كذا إلى آخره، ويديها على أفاها وتسكت. وهذا هو الذي يراهن عليه أعداء الإسلام الآن، إنه يدخل من المدخل ده. طب يلا نرجع إلى كتاب الله، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ما حلوة، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، يعني فضل النساء على الرجال في حاجات وفضل الرجال على النساء في حاجات، للرجال نصيب مما اكتسب وللنساء نصيب مما اكتسب، ما نعمل ايه؟ مش صراع هي، واسألوا الله من فضل. ما تيجي نمشي ورا الكتاب، هو لازم نمشي وراء العادات والتقاليد والمواريث التي تستغل الآن لإحداث الفتنة داخل الأسرة، ولإحداث الفتنة داخل المجتمع، ثم لإحداث الفتنة في العالمين في تشويه صورة الإسلام والمسلمين. وإلا لازم متبتين في هذه العادات الموروثة، وقد تغير الزمان. المرأة بتاع زمان ما كانتش بتتعلم، المرأة بتاع زمان ما كانتش بتعمل، المرأة بتاع زمان ما كانتش بتساهم في بناء المجتمع، وتغير الحال. إذن تتغير الفتوى بتغير الحال. لما تكلموا عن المرأة، الستات دلوقتي يكرهوا المرأة دي اللي تكلموا عنها، لأنها كانت رغاية وبتاعت شلت ووقيعة وتهيج تهيج الجيران في بعضيها، ده إنسان وحش بغض النظر عن إنه ست ولا راجل، ده إنسان مفسد، ويكسر للبت ضلع يطلع لها 24. يعني انت خلطت الان بين المفاهيم المختلفة، وطلعت بما شاء الله صورة عجيبة غريبة لا علاقة لها لا بالقرآن ولا بالسنة. في القرآن تكلم الله عن المسؤولية، وان هناك مساواة بين الخلق رجالا ونساء، فقال في قصة أصل الخلق: فأزلهما الشيطان
ليخرجهما مما كان فيه، في حين أن كتبا أخرى تكلمت عن خيانة حواء لآدم وأنها كانت سببا في إخراجه من الجنة. احنا ما عندناش كده، احنا عندنا الرجل والست، الشيطان ضحك عليهم هما الاثنين، ولما ربنا كلف كلف الراجل، ولما نسب إليه المعصية نسبها للراجل، فعصى آدم ربه فغوى، مش فعصى آدم وزوجته أبدا، يعني كأنه كان ينبغي عليه عندما وسوس لهما الشيطان ليبدي لهما من عورته إنه هو يبقى أدي المسؤولية والقيادة، لكنه لم يفعل فعصى، فأخرج هو وزوجه من الجنة لأن الاثنين غلطانين. لما تقرأ واحد بيقول لي هو ربنا جاب ليه قصة الخلق دي وإحنا ما شفناهاش، أيوة علشان تاخد منها المبادئ بتاع الاجتماع البشري. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، أدي الديانة، الرجل والمرأة من نفس واحد، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. في أوضح من كده؟ هو الكلام النصوص ده أنا بقولها دلوقتي من عند نفسي يعني علشان أحلي بها دين الإسلام، ولا هي نصوص محفوظة بتتلى في المحاريب؟ أمال إيه الحكاية؟ فين الغلطة؟ الغلطة الخلط بين المواريث والعادات والتقاليد والمفاهيم القائمة في الأذهان وسحبها على دين الله الذي أمر ووضح وجعلنا على المحجة البيضاء، أدي الغلطة. ومن هنا هنجد النساء بتتبرم دايما كده. طب هو لو ظلمت الملائكة هتلعني، طب وهو لو ظلمني الملائكة هتطبطب عليه؟ النبي ما قالش كده، النبي قال الظلم ظلمات يوم القيامة، ما قالش انه هتطبطب عليه، ده قال ان في مصيبة هتحصل له وتنزل فوق دماغه ويمكن دماغ اللي خلفوه.